إذن بعد الولوج إلى موقع مسار الشو نتجه إلى قائمة استعمال الزمن ثم استيراد نتائج فيت. نختار الملف المراد استيراده. بطبيعة الحال الملف الذي نعمل على استيراده هو ملف المنتوج، يعني بعد القيام بإنتاج جداول الحصص عبر برنامج فيت نتجه إلى ملف المخرجات الخاص ب فيت اللي كيكون بار ديفو فيت ريزلت، وكناخذوا الملف ديال اللي كيتسمى بالداتا ان تايم تيبل. اذا نضغط على ملف نلج الى مخرجات ملف مخرجات فيت ثم تايم تيبل، بعدها نتجه الى المؤسسه او اسم المؤسسه الملف الخاص بالمؤسسه ديالتنا، ونتجه الى هذا الملف الذي يحمل اسم المؤسسه زائد او رمزها بطبيعه الحال زائد داتا ان تايم تيبل. هذا الملف الذي يتوفر على البيانات كما يتوفر كذلك على جداول الحصص. طب الحال هذا الملف يتم إنتاجه بعد القيام بعملية إنتاج جداول الحصص. نضغط على Open. ننتظر بعد اللحظات حتى يتم تفعيل هذا الزر. كما تلاحظون الآن الزر ديال الاستيراد تم تفعيله. نضغط على الاستيراد. إذن كما تلاحظون أن الملف تم استيراده بنجاح، وكتلاحظوا أن استيراد الزمن واستيراد القاعات كله يعني 100%، يعني أن عملية الاستيراد تمت بنجاح. سوف نقوم بتجربة في حالة تم استيراد الملف الخطأ اللي هو ماشي الداتا ان تايم تيبل. غادي نحاولوا دابا نستوردوا واحد القاعدة ديال المعطيات ولكن ماشي هي اللي ما فيهاش جداول الحصص، يعني لم يتم إنتاجها بعد، باش نعرفوا غير الرسالة اللي كتظهر ملي كيكون جداول الحصص فارغة. إذا كتلاحظوا اللون هنا اختلف، يعني أعطانا اللون الأحمر يعني أنه لم يتم استيراد استعمال الزمن ولم يتم استيراد القاعات. إذا هذا يعني الاستيراد هنا غير سليم لأننا لم نختار الملف الصحيح. نقوم بإزالة هذا الملف ثم نضغط على حفظ. لدينا يعني مجموعة من القوائم الأخرى الرئيسية، لائحة الحصص واليوم. هنا تظهر لنا الأيام الموجودة في فيت والحصص ديال فيت، ثم اليوم الحقيقي والساعة الحقيقي أو الحصة الحقيقية. طب الحل يمكن التعديل إذا بغينا الأيام هنا مثلا باللغة العربية أو كده ممكن نعدلها، وممكن نعدلو كذلك الحصص بالنسبة للناس اللي كيدخلوا مع 8:30 مثلا ممكن يعدلو الحصة هنا. يكفي التعديل ديال اليوم الأول اللي هو يوم الاثنين والضغط على تأكيد. هادشي اللي كنديرو في هاد القائمة. نفس العمليه بالنسبه للقاعات. اذا القاعات كتجينا القاعات كما هي داخله في فيت، يعني الى داخله حتى بداك الرموز اللي خارجه من المسار بي ا 001 مثلا راه غادي تكون هنا، وحنا عندنا الامكانيه ديال التعديل ديالتها، يعني بامكاننا نعدلوها الى ما قمناش بالعمليه خارج مسار الشو. يعني هنا ممكن تدخلوا الاسم الحقيقي ديال القاعه مثلا اس ا ولا صال ا الى غير ذلك ونضغطوا على تأكيد. وأي تعديل عافاكم ضروري منسوا الزر ديال الحفظ، يعني ضروري كلما درنا تعديل منسوش هذا الزر ديال الحفظ. هنا لائحة المواد، حاجة اللي هي مهمة. إذا لائحة المواد كتجينا المواد كما قلت على حسب اللي كاين في القاعدة ديال فيت، وهنا ممكن نعدلوها، يعني ممكن أنني نعدل الاسم ديال المادة. ويجب علي، يجب هنا كنركزوا على الاختصار، ضروري ندخلوا هذه الاختصارات ونضغط على تأكيد. علاش هذه الاختصارات مهمه؟ لان في الجداول الاجماليه نحتاج الى هذه الاختصارات، لان ما يمكنش الخانه ديال الجدول الاجمالي كتكون صغيره، خص دار فيها فقط الاختصارات. اذا بعد ادخال الاسم القصير او الاختصار ديال الماده نضغط على حفظ. اذا هذه العمليه عفاكم مهمه لانها قلنا كنحتاجها في الجداول الاجماليه. هنا كذلك لائحه المدرسين، يعني الى ظهروا لنا المدرسين بارقام البطاقه الوطنيه غير ذلك راه ممكن اننا نعدلوا التسميه ديالتهم وندخلوا حتى رقم التأجير ديالهم الى احتاجينها بطبيعة الحال. نفس العملية بالنسبة للأقسام، يعني يمكن التعديل ديال الأقسام الى عندنا الرغبة ديال التعديل ديالها. ثم تيبان هنا عندنا في الأسفل الملف الذي تم استيراده، عندنا جوج ديال الأزرار هنا للمعاينة وعندنا هنا للتحميل. غنشوفوا أولا المعاينة. إذا المعاينة ممكن ندير المعاينة حسب الأستاذ، ممكن نشوف الجداول الحصص ديال كل استاذ على حده. كما كتلاحظوا هذه هي جداول الحصص ديال كل استاذ على حده. بامكان كذلك المعاينه ديال الاقسام، ممكن نشوف كذلك جداول الحصص اللي خاصه بالاقسام. اذا كتلاحظوا الاسم ديال القسم الماده والقاعات اللي عنده. وعندي هذا النجمه الا بغيت نشوف الاجمالي، نطلع على الجداول الاجماليه ديال كل قسم
نشوف جداول الحصص الإجمالية ديالو. إذن هذا جدول الحصص ديال القاعة رقم 10، أو بإمكان نشوف الإجمالي ديال القاعة بطبيعة الحال. إذا هنا تيبان لي الرقم ديال القاعة وعدد الساعات اللي فيها 32 ساعة، وكل حصة شنو فيها، اش من قسم واش من مادة. إذن هذا هو داك الاختصارات فاش كينفعونا هنا، اش كينفعونا ديك الاختصارات اللي قلنا لكم ضروري التعديل ديالها. إذن هذا في المعاينة. بالنسبة للتحميل، بالنسبة للتحميل عندنا تقريبا 14 المطبوع خاص بجداول الحصص، كما كتلاحظوا هذه اللائحة كلها خاصة بالمطبوعات اللي كيوفرها مسار الشو، وبالتالي حاولنا نلبي الطلبيات ديال الأطر الإدارية في جميع المطبوعات اللي كيحتاجوها اللي عندها علاقة بجداول الحصص. إذا عندي جدول الحصص ديال كل مدرس على حدة، يعني ديك المراسلة، عندي جدول الحصص ديال المدرس يعني جوج في الورقة ولا ثلاثة في الورقة، عندي الإجمالي جدول الحصص الإجمالي هذا تيكون على شكل إكسل ديال جدول الحصص حسب الأستاذ حسب اليوم، ديال الأقسام، ديال القاعات إلى غير ذلك، وجدول القاعات الشاغرة، وعندي الإكستنسيون ديال إلى بغيت الملفات على شكل PDF ولا على شكل إكسل ولا على شكل وورد، يعني عندي الصلاحية أنني نحمل بالوورد وندير موديفيكاسيون مثلا بغيت نعدل إلى غير ذلك. إذا غنختاروا الجدول الحصص حسب المدرس نضغطوا على تحميل. إذن هذا اللي كيكون ورقة يعني عبارة عن مراسلة من رئيس المؤسسة إلى الأستاذ والمادة ديالته، تيكون هنا جدول ديال الحصص ديال 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 كل أستاذ على حدة، مجموعين في ملف في ملف واحد ديال PDF، يعني ممكن طبع مباشرة من خلال PDF كما كتلاحظوا بطبيعة الحال بالاسم ديال المؤسسة إلى غير ذلك. وبإمكاننا أننا نتيليشارجيو ديال جوج فرقة مثلا، يعني هذا جدول ديال جوج ديال جداول الحصص في صفحة واحدة كما كتلاحظوا الاسم ديال الأستاذ، المادة ديال التدريس ديالو، والأقسام المسندة إليه. وعندنا اللي كيحتاجوه الناس اللي كاينين في الحراسة مثلا اللي هو جدول الحصص حسب اليوم. إذا كما كتلاحظوا كل هنا يعني مثلا اليوم الاثنين الفترة الصباحية والفترة المسائية كل أستاذ يعطينا الحصص اللي عنده، القسم اللي عنده، والمادة اللي كيدرس، والقاعة فين 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 كاين. من جميع الأساتذة مثلا هذا القاعة 10، الثالثة 2، مادة الفيزياء الأولى 1، القاعة 10 دائما. إذا ديال عندنا 12، يعني 12 مطبوع، عندنا 2 في الصفحة على حساب الطول ديال عدد الأساتذة. هذا مثلا يوم الثلاثاء. وعندنا هذا الإجمالي تيكون على شكل ملف إكسل بطبيعة الحال. إذا هذا الجدول الإجمالي ديال كل ديال الأساتذة حسب الأساتذة، عدد الساعات اللي عندهم، والتوزيع ديال الحصص ما بين الفترة الصباحية والفترة المسائية. هذا كامل طيلة الأسبوع، يعني هذا كنسميوه الضربية أو الإجمالي، تعطينا كذلك المجموع ديال عدد الساعات اللي كتدرس في المؤسسة، وفي كل فترة كل فترة يعطينا شحال من ساعة كاينة، يعني مجموع ديال الساعات. نفس العملية كاين عندنا بالنسبة للأقسام، إذا استعمال الزمن حسب القسم، إذا هذا حسب كل قسم على حدة، تعطينا المواد اللي عنده والأساتذة ديال القسم. لكن ما كتلاحظوا جميع الأقسام يتم إدراجها في ملف واحد لتسهيل العملية ديال الطباعة. ثم عندنا كذلك جوج فرقة ولا ثلاثة فرقة على حسب الرغبة ديالتنا، وعندنا كذلك الإجمالي ديال القسم. إذن هذا الإجمالي حسب الأقسام، كتلاحظوا كل قسم عدد الساعات اللي عنده، وكل حصة المادة اللي كيقرأ، القاعة اللي عنده إلى غير ذلك. إذن المادة مع القاعة طيلة الأسبوع. نفس العملية عندنا كذلك استعمال الزمن ديال الأقسام حسب اليوم بحال كما شفنا عند الأستاذ. وعندنا الإجمالي ديال بالنسبة للقاعات، استعمال الزمن ديال القاعات كذلك عندنا ديال القاعات. إذا كل قاعة تعطينا شحال من ساعة فيها، شنو هو القسم اللي كيقرا فيها، شنو هو الاسم ديال الأستاذ، فرنسية 1، والاختصار ديال المادة. شاش قلنا لكم داك الاختصار عفاكم مهم، لأن لي سيليل هنا تيكونوا صغار، يعني خصو يجمع الاسمية ديال الأستاذ ويجمع المادة. إذا بطبيعة الحال الميزة ديال الإكسل هو أن عندكم الإمكانية ديال
تعديل الإضافة أو إلى غير ذلك من استخراج مطبوعات أخرى حسب الحاجة أو الرغبة ديالكم. الميزة ديال ليكسي اللي كيوفرها مسار الشو. وعندنا كذلك جدول القاعات الشاغرة. إذا هذا مطبوع تعطينا جدول ديال القاعات الشاغرة في كل يوم وفي كل حصة تتبان عندنا القاعات الشاغرة. بغينا نستغلها مثلا في الدعم أو شي حاجة بحال هكا. وعندنا في الفترة فاش ما كيخدمش المؤسسة كتكون جميع القاعات شاغرة، يعني بحال الفترة المسائية ديال الجمعة أساس المؤسسة ما كتخدمش والفترة ديال السبت. إذن هذه مجموعة من المطبوعات اللي قلت عدد كبير ديال المطبوعات اللي كتحاول أنها تلبي الرغبات ولا الطلبات ديال الأطر الإدارية. إذن احنا درنا كما لاحظتوا عملية وحدة استيراد ملف واحد، ولكن مسار الشو تيسهل علينا العملية في الحصول على جميع المطبوعات اللي كنحتاجوها بالنسبة للجداول ديال الحصص وبمطبوعات مختلفة. يعني ممكن تلشارجيو بالوورد، ممكن تلشارجيو بالإكسل، ممكن تلشارجيو بالبي دي اف. إذن هناك مطبوعات اللي بار ديفو كتكون بالبي دي اف، ولكن عندنا الصلاحية أننا نختار احنا الملفات اللي بغينا أننا نحملوها. إذن هذا على شكل الملف ديال الوورد، يعني بإمكان أنني نعدل ندير أونغرا إلى غير ذلك. الإمكانية ديال التعديل فهي متاحة في الوورد، وهذا من بين المزايا اللي كيوفرها مسار شو. ثم كاين بطبيعة الحال الإكسيل والبي دي اف. إذن كما لاحظتوا معنا بأن مسار شو توفر واحد القاعدة ديال المعطيات اللي هي مهمة اللي خاصة بإعداد جداول الحصص، مطبوعات متنوعة ومختلفة وبصيغ مختلفة الوورد الإكسيل والبي دي اف. وبطبيعة الحال مسار الشو فهو لا يتوفر فقط على جداول الحصص، إنما يتوفر على مكونات أخرى، وهناك مكونات سوف تأتي مع مرور الوقت. عندنا الآن مكون ديال تدبير الامتحانات ديال الحراسة، ديال امتحانات البكالوريا، الإعداد الثالث إعدادي، جميع الامتحانات الإشهادية هي متوفرة في مسار الشو. هناك مكون خاص بتدبير ديال التلاميذ والملفات ديال التلاميذ، هناك مكون خاص بتدبير ديال الجمعية الرياضية، تدبير بجمعية النجاح. يعني واحد العدد ديال المكونات سوف تظهر لكم بعد الانخراط في الموقع ديال مسار الشو، اللي نتمنى انه يلبي الطموحات والرغبات ديالكم. وبطبيعة الحال بامكانكم المساهمة معنا بالملاحظات ديالكم بالاقتراح ديالكم. وضعنا واحد القائمة خاصة بالملاحظات الجديدة والاقتراحات، يكفي ادخال الاسم الهاتف الموضوع وكتابة المقترح اللي بغيتي ان الفريق التقني يشوفه واللي يحاول يبرمجه. اذن عندنا هنا ديجا واحد المجموعة ديال الملاحظات التي تم وضعها سواء من المشاركين من المغرب ولا من الجزائر. إذن مسار الشو الهدف ديالو هو تسهيل العمل ديال الأطر الإدارية من خلال يعني توفير جميع المطبوعات اللي كيحتاجوها الناس ديال الإدارة بيسر وبسهولة وبضغطة زر واحدة. مسار الشو كيحاول أنه يلبي طموحات ديالكم والرغبة ديالكم، وكنتصنتوا الاقتراحات ديالكم والملاحظات ديالكم. الهدف منها هو تطوير الموقع ديال مسار الشو، اللي ان شاء الله غادي يكون واحد المنصه شامله وجامعه لكل ما له علاقه بالتدبير الاداري والتربوي الخاص بالمؤسسات التعليميه سواء بالمغرب او حتى ببعض الدول الشقيقه المجاوره. الى هنا ناتي الى نهايه هذا الفيديو، الى لقاء اخر ان شاء الله.